زي النهارده من كل سنه العالم بيحتفي باليوم العالمي للضحك اللي بدا في 1988. اليوم ده بيعتبر دعوه لنشر السعاده والبهجه، يعني اليوم ده ابتدى عفوا 1998 مش 88 بمبادره من الطبيب الهندي مادن كاتاريا، واللي كان هدفه ايه؟ نشر ثقافه يوجا الضحك. يعني انا ما اعرفش ان في حاجه اسمها يوجا الضحك. وبيقولوا ان كمان الضحك ليه تاثيرات نفسيه وسيكولوجيه على جسم الانسان، وان الضحك بيقوي مش بس من عضلات الوجه، لا ده ايضا بيقوي من عضلات القلب. خلينا نشوف التقرير اللي بيرصد ملامح من الموضوع ده، وبيتكلم ايضا عن اليوم العالمي للضحك. في 5 مايو كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للضحك، وبدأ هذا الاحتفال عام 1998 بفضل مبادرة الطبيب الهندي مادان كاتاريا، الذي استهدف نشر ثقافة يوجا الضحك في جميع أنحاء العالم، إيماناً منه بفوائدها الجسدية والنفسية. وقد لاقت هذه المبادرة رواجاً كبيراً، حيث اتسع نطاق الاحتفال بهذا اليوم ليشمل أكثر من 50 دولة. إيه ده؟ المجتمع ده؟ ويجمع الخبراء على أن الضحك لا يدخل السعادة إلى القلب فقط، بل يمكن أن يساعد في تخفيف الألم أيضاً. وتشير الدراسات إلى أن الضحك لمدة 2 دقائق في اليوم يعادل 20 دقيقة من ممارسة الرياضة، كما يساعد الضحك على تقوية نظام المناعة وينشط 80 عضلة في الجسم. أمل الصبح بدري بروح الجيم واجري، أجمل هوا يدخل صدري والناس كلها نايمين. ويعد اليوم العالمي للضحك بمثابة تذكير بأهمية الضحك في حياتنا ودوره في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، كما يشجع هذا اليوم على نشر ثقافة التفاؤل والسعادة ونبذ المشاعر السلبية التي تعيق سعادة الإنسان. ويجسد يوم الضحك العالمي رسالة إيجابية تدعو إلى نشر السعادة والبهجة في العالم.